السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف أعرض لكم تجهيزات طلبيات متجر ناجح. الآن الساعة 5:32 صباحا، أبدأ أجهز طلبيات أمس. طبعا كل الطلبيات مسجلة في هذا الجروب، ما أقدر أنزل تحت بسبب تسجيل هواتف الأمهات. في البداية أنا سجلت طلبيتين هنا، أبدأ أشتغل على طلبية أم رزان وطلبية أم ريتاج، نبدأ نجهزها مع بعض. يلا بسم الله نبدأ. هنا طلبية أم رزان. أم رزان تريد كتاب فونكس للأطفال، هذا هو كتاب الفونكس للأطفال، وتريد بعد كتاب تنشئة، أيضا هذا هو كتاب تنشئة، طبعا من إصدارات متجر ناجح. كتاب تنشئة للأطفال، في كلمات، في حروف، يعني هنا التنشئة من الصفر حتى القراءة. وأيضا هذا كتاب الفونكس أيضا للأطفال، في أرقام وحروف، يتعلم الطالب الكلمات المهمة وغيرها. طبعا أيضا هذا هو كتاب الفونكس من إصدارات متجر ناجح. أم رزان تريد هذين الكتابين. أيضا أم ريتاج تريد فول مارك، هذا هو كتاب فول مارك في كل ما يخص منهج الصف الخامس الفصل الدراسي الأول. بعد تريد كتاب التنشئة والفونكس، هذا هو كتاب التنشئة والفونكس. الآن بعد نكمل طلبية الضرب والجمع، وكما اتفقنا معكم نكمل طلبية أم ريتاج. طبعا أم رزان انتهينا منها، احنا واصلين الضرب والجمع. عندنا هذا كتاب أو مذكرة الجمع والطرح، وهذه هي مذكرة الضرب. عندنا أيضا تريد اللغة الإنجليزية من كل كتاب كتابين، هذا الجزء الأول والجزء الثاني. بعد تريد الجزء الثاني والجزء الأول. وين تريد اللغة العربية من كل كتاب كتابين؟ أي أنها مستوى أول كتابان، مستوى ثاني كتابان، والمستوى الثالث أيضا، مستوى ثالث أيضا كتابان، والمستوى الرابع كتابان. لكن نحن في الوقت الواحد نسجل إن هناك متبقي لدينا كتاب اللي هو كتاب الرابع. أيضا عندنا تريد مذكرة الصف الرابع والخامس والأول والثالث، الرابع والخامس والأول وأيضا الثالث. يعني متبقي لدينا هنا ملصقات تشجيعية، الملصقات التشجيعية ومذكرة الرابع. الآن نذهب لتجهيز الملصقات ومذكرة الرابعة. والآن نكمل الطلبية. أم ريتاج تريد الملصقات التشجيعية، تريد كتابان، هذا هو الغلاف الأمامي وهذا هو الغلاف الخلفي، وأيضا بعد تريد المستوى الرابع من الفهم المقروء. الآن نقوم بطباعة المستوى الرابع، ولحد ما ننتهي من طباعة المستوى الرابع للفهم المقروء نبدأ بالطباعة، طباعة الكامية. نطبع من كل صفحة اثنان، الآن نقوم بالطباعة، طباعة جميع الصفحات، وعندما ننتهي نرجع إليكم بإذن الله. وبكذا انتهينا من تجهيز المستوى الرابع لطلبية أم ريتاج. الآن متبقي لنا فقط ترتيب كتاب الملصقات التشجيعية، وننتهي من طلبية أم ريتاج. رتبنا كتاب الملصقات، فقط متبقي لدينا نغطي دباسة، نقوم بقص جزء بسيط من هذه الورقة
ونلزقها في الدباسة. وبكذا انتهينا من تغطية الدباسات بهذه الطريقة. وهذا هو جمال الكتب، كتب الملصقات التشجيعية. انتهينا من تجهيز طلبية أم رزان وأم ريتاج. الآن ننتقل إلى طلبية جعلان وأم سعيد وأم منار. في البداية نركز على طلبية جعلان. طلبية جعلان يريدوا مذكرة الصف الخامس، أنا خلاص طبعتهم، الآن متبقى علي فقط أقوم بتركيب الرول في مذكرة الخامس. بعد طلبية جعلان طالبين استيكر لأسامي الاسم والصف والمدرسة، الآن قمت بالطباعة، بعد ذلك أقوم بقص الكاميو. وهذه هي طلبية جعلان استيكر الأسامي وملصقات تزيين الدفتر ومذكرة الصف الخامس وفول مارك خامس. وانتهينا من طلبية جعلان. والآن ننتقل إلى طلبية أم سعيد. أم سعيد طالبة إنجليزي المستوى الأول، ملصقات ومذكرة الصف الثاني وكذلك استيكر. أنا خلاص انتهيت من نسخ المستوى الأول إنجليزي ومذكرة الرياضيات المستوى الثاني أو الصف الثاني، لا متبقي عليه فقط الرول. وهنا انتهينا من طلبية أم سعيد. أم سعيد تريد الستيكر وتريد الفهم المقروء الأول ومذكرة الصف الثاني وأيضا النوتس والقلم المميز. وبكذا انتهينا. والآن ننتقل إلى طلبية أم منار. أم منار تريد مجموعة من الكتب وتريد أيضا استراتيجية اللام الشمسية واللام القمرية. والآن نشتغل على طلبية أم منار اللام الشمسية واللام القمرية. نقوم بقص المستطيلات وكلمات اللام الشمسية واللام القمرية ونرجع لكم. وانتهينا من قص اللام الشمسية وكلمات اللام الشمسية والقمرية أيضا لطلبية منار. الآن ننتقل لطلبيات الكتب. وكذا خلصنا طلبية أم منار. هذه مجموعة الكتب، تقريبا 8 كتب طالبة وأيضا طالبة اللام الشمسية واللام القمرية. والآن بإذن الله نوزع طلبيات الدفاتر. هذه هي كلها طلبيات الدفاتر طبعا من متجر ناجح، وهذا شعارنا وأرقام التواصل. والآن ننتقل إلى 3 طلبيات، طلبية صفاء وشريفة وأم دانا. وهذه هي طلبية أم دانا فول مارك والدفاتر، وخلصنا طلبية أم دانا. وبكذا جهزنا طلبية شريفة. شريفة تريد دفترين ومجموعة من الكتب. والحمد لله خلصت جميع الطلبيات، كيستهم، بس الحين باقي ننقلهم بإذن الله. وانتهينا الحمد لله من تجهيزات طلبيات اليوم. انتظرونا بإذن الله في فيديوهات قادمة، وشكرا لكم.